الشهيد السيد مؤيد محسن الحجار. لا يزال مقاتلو فرقة العباس عليه السلام القتالية الأشاوس يطرزون التاريخ بأجسادهم من خلال تضحياتهم وانتصاراتهم التي احتسبوها خالصة لوجه الله عز وجل، متمسكين بمنهاج عترة أهل بيت النبي الأكرم عليه وعليهم صلوات الله وسلامه حتى لحظة استشهادهم. الشهيد السعيد السيد مؤيد محسن الحجار استمد سموه من نهضة الإمام الحسين وعزيمة أبي الفضل العباس عليهما السلام، بعد أن لبى نداء الحق الناطق بلسان المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، ليلتحق في صفوف فرقة العباس عليه السلام القتالية تاركاً خلفه الحياة وملذاتها. كان رحمه الله من مواليد عام 1968، ويسكن في مدينة كربلاء المقدسة، متزوج ولديه 4 من البنين و3 بنات. تشرف بخدمة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، وشهدت له منجزاته حين أثبت ولاءه للعترة الطاهرة من خلال خدمته في المرقد الشريف، وكان آخرها التحاقه بفرقة العباس عليه السلام القتالية ليترك بالغ الأثر في رسم الانتصارات المتحققة على يد أبناء الفرقة، ومنها تحرير منطقة سيد غريب قبل أن يلاقي ربه شهيداً في معارك العز ضمن قاطع عمليات تحرير البشير ضد زمر داعش الإرهابية المجرمة. تيمم جثمانه الطاهر بأرض المعركة وبقي فوق ترابها حتى تحرير قصبة البشير بالكامل، حيث استطاع أبطال الفرقة البطلة استعادة جثمانه وجثامين أخوته الشهداء من المقاتلين الذين ارتقوا معه سلم الشهادة في تلك المعركة. نعته العتبتان المقدستان بكربلاء، وصلى جمع من المؤمنين على جسده الطاهر في الصحن الشريف، رحم الله شهداء العراق وأسكنهم فسيح جنانه، ومنهم الشهيد السعيد السيد مؤيد محسن الحجار.